السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضرورات لا حقوق، نص قرائي مرشدي في اللغة العربية مستوى الثالث إعدادي. إذا مؤشرات النص الخارجية، صاحب النص ولد محمد عمارة في 8 من ديسمبر 1931 بريف مصر، مركز قرين كفر الشيخ في مصر. يعني هذا التعريف ديال صاحب النص عندنا في الصفحة 20. إذن معلومات أخرى ضيفوها من هنايا أو اكتفيوا باللي عندكم في الصفحة 20. إذن مجال النص، يندر النص ضمن مجال القيم الإسلامي. مصدر النص، النص مقتطف من كتاب الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق للدكتور محمد عمار أو عمارة. نوعية النص، النص عبارة عن مقالة حجاجية ذات بعد إسلامي. العنوان ضرورات لا حقوق، مركب إسنادي يتألف من كلمتين تتوسطهما أداة نفي تلغي ما بعدها وتقرر ما قبلها، فكأنها تصحح مزاعم البعض باعتبار الشيء شيء ما حقا وتحثهم على اعتبار هذا الشيء ضروريا. إذن تصحح مزاعم البعض باعتبار شيء ما حقا وتحثهم على اعتبار هذا الشيء ضروريا. لكن السؤال المطروح هنا هو: ما هي هذه الأشياء الضرورية التي ليست حقوقا؟ بداية النص ونهايته. بداية النص تنسجم مع الجزء الثاني من العنوان لأنها اشتملت على كلمة حقوق التي وردت في صيغة سؤال حول كيفية حماية الإسلام لحقوق الإنسان. نهاية النص تنسجم مع الجزء الأول من العنوان ضرورات لتكرار هذه الكلمة فيها، كما أنها تجيب عن السؤال المطروح في بداية النص. فالإسلام حسب هذه النهاية حافظ على حقوق الإنسان. بناء فرضية القراءة. بناء على المشير الأولية للنص، نفترض أن موضوعه سيتحدث عن حقوق الإنسان بوصفها ضرورات لا مجرد حقوق. القراءة التوجيه كالإيضاح اللغوي، يلتمس يطلب السياج الحاجز، جوهر لب وحقيقة، جوهر الشيء هو لبه حقيقته وصميمه. الكافل الضامن، يحول يمنع ويقف حاجزا، فطرية خلقة الإنسان الأصلي، تكفل ترعى أو تضمن، يأتم من الإثم وهو الخطيئة والذنب. الفكرة المحورية للنص، يبرز محمد عمارة مكانة حقوق الإنسان في الإسلام باعتبارها ضرورات يجب الحفاظ عليها ولا يجب التنازل عنها، حيث تحدد جوهر وقيمة الإنسان. القراءة التحليلية، أفكار أساسية، عندنا ثلاث أفكار: استفسار الكاتب حول الحاجز الفكري الذي يستعمله المسلم العصر الحالي لحماية حقوقه ولتحقيق لب إنسانيته، كون الإنسان أو كون الإسلام دين الخلقة السليمة يفسر كونه الراعي لترسيخه حقوق الإنسان وتقديسه لها لدرجة أنه اعتبرها ضرورات أو اعتبرها ضرورات طبيعية عند الإنسان. نعم، اعتبرها ضرورات طبيعية عند الإنسان. حافظ الإسلام على حقوق الإنسان بجعلها حاجات يؤثم من فرط فيها، واعتبر الاعتداء عليها بمثابة العدوان على الحياة وأساسا لا يقوم الإيمان والتدين إلا بها. حقوق الدلالية، عندنا الألفاظ والعبارات المرتبطة بالحقوق وألفاظ والعبارات المرتبطة بالقيم الدينية. إذا المرتبطة بالحقوق، الحقوق الإنسانية، تحقيق هذه الحقوق، تقديس حقوقه، الواجبات، الحرية، النظام، الحفاظ عليه. الألفاظ والعبارات المرتبطة بالقيم الدينية، الإيمان، الإسلام ليبلغ في تقديس. التدين بالدين هي في نظر الإسلام معنى الحقيقي للحياة. إذا الدلالة، يدل هذان الحقلان الدلاليان على أن القيم
الدينية لا تتعارض مع حقوق الإنسان بل تعززها وتؤكدها. ملامح الحجاج في النص ينبني النص على منطق حجاجي يرفض من خلال الكاتب فكرة ويقدم فيه فكرة بديلة. ويمكن توضيح هذا المنطق في الجدول التالي. خصنا واحد الياء. الفكرة المرفوضة حقوق الإنسان مجرد حقوق، عملية البرهنة، النفي ضرورة الحقوق، تأكيد حماية الحقوق، إن هذه الحقوق ضرورية فطرية، إنما هي إننا إذا عندنا ثلاثة عملية البرهنة، عندنا النفي، عندنا التأكيد، عندنا التمثيل، ومثاله فالمأكل والملبس والمسكن. الفكرة المقترحة أو البديلة واحد اللام هنا، حقوق الإنسان هي ضرورات وليست مجرد حقوق. التركيب والتقويم، التقويم إذا يدور النص حول أهمية حقوق الإنسان وعن كونها من ضرورة العيش بالنسبة إليه، تستوجب التمسك بها والعمل على حمايتها وعدم التفريط فيها، سواء كانت متعلقة بالفرد أو الجماعة، أو لأن بها يكمن المغزى الخالص. المغزى يكمن المغزى الخالص لوجود الإنسان. يتضمن النص قيمة حقوقية إسلامية تتجلى في كون الإسلام سباقا إلى إقرار حقوق الإنسان وتنظيمها والحفاظ عليها. وصلوا على رسول الله.